القديمه ديال مراسي. السلام عليكم ورحمه الله. نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء يختتم معسكره بتعادل مع البنزرتي في اول مباراه وديه هذا الموسم، وانهى فريق الرجاء الرياضي مباراته الوديه الاولى هذا الموسم بالتعادل الايجابي بهدف لمثله امام خصمه فريق البنزرتي التونسي، وذلك برسم المعسكر الاعدادي اللي كيخوضوا الفريق الاخضر بتونس. وشكلت هذه المباراه فرصه امام الطاقم التقني الجديد للنسور بقياده المدرب البوسني روزمار زفاكو للتعرف بشكل اكبر على اللاعبين وتقنياتهم ومدى استجابتهم للافكار التكتيكيه. ودخل زفيكو بالتشكيله المثاليه لفريق الرجاء بالاعتماد على انس نيتي في حراسه المرمى، محمد بولكسوت، عبد الله خفيفي، بوشعيب العراس، يوسف بن العامري في الدفاع، احمد كامارا، محمد زيد، وصابر بوغرين في الوسط، وادم نافاتي، يسري بوزوق، ونوفل الزروني في الهجوم. وسجل هدف الرجاء المهاجم الحسين الرحيمي مع بدايه الشوط الثاني بعد تمريره من الظهير الايسر زكريا لبيب قبل ما يدركوا التونسيين التعادل بعد دقائق قليله بواسطه محمد الصديق الجمالي. هذا اختتم فريق الرجاء معسكره الاعدادي بتونس اليوم الاحد، وغيرجع بشكل مباشر لارض الوطن لمواصله التحضيرات باكاديميه النادي وخوض مباراه وديه ثانيه امام فريق العين الاماراتي قبل توجه للنيجر لمواجهه فريق الحرس الوطني النيجيري في 18 غشت الحالي برسم ذهاب الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا، في حين ان مباراه الاياب غتجرى في المغرب في فتره ممتده ما بين 22 و 24 من الشهر الحالي. مستعد مدرب الرجاء: نستعد في انضباط لارضاء افضل جمهور في العالم. وفي اول تصريح لي منذ التحاقه بفريق الرجاء الرياضي تحدث المدرب المستعد ترانشوفيكي جيغوزلاف على الاجواء اللي مر فيها معسكر الفريق بتونس بحيث طبعته الجديه وانضباط، كما عبر على سعادته بمجاوره فريق اعتبره الاكثر شهره بالمغرب والعمل داخل هذا الصرح الكروي الكبير. وشار جيغوزلاف لانه كيعرف حجم المسؤوليه الملقاه على عاتق الطاقم التقني، واكد قدرته على التكيف مع الضغوطات خاصه بفريق من حجم الرجاء الرياضي، وان الهدف الاول هو التتويج بالالقاب خاصه الدوري الاحترافي ومحاوله الظفر بلقب دوري ابطال افريقيا. وحول تقييمه الاولي للمجموعه قال المدرب المستعد: تحياتي لجميع مشجعي الرجاء، انهينا المعسكر بتونس وكنشوف الكثير من الجوده التقنيه عند اللاعبين، قبل كل شيء غنحاولوا التحسن اكثر في المستقبل في المستويات البدنيه التقنيه والتكتيكيه وعلى مستوى الاداء عموما، وهو ما يرجع بنتائج افضل على الفريق. زين باور يطالب الوحدة السعودي بلاعبين من الرجاء. وعرض نادي الوحدة السعودي على فريق الرجاء الرياضي مبلغ 400 مليون سنتيم للتعاقد مع الضايل الأيمن محمد بولكسوت، ورفضت إدارة الرجاء تسريح بولكسوت للوحدة السعودي نظرا لقيمة العقد واللي اعتبره المسؤولين غير مقنع في ظل صرف مستحقات اللاعب تفاديا لفسخ عقده من جانب واحد. في السياق نفسه فالوحدة السعودية تحت قيادة مدرب الألماني جوزيف زامباور كيطمح للاستفادة من خدمة محمد المكازي، بحيث عرض النادي راتب سنوي كيتقدر ب 550 ألف دولار بعد فشل المكازي في تجديد عقده مع النسور، بحيث أراد الرجاء إدراج باقي المستحقات المالية للاعب في العقد الجديد وهو ما رفضه المكازي، ما يعني أن اللاعب ما تسلمش بعد أشطر منحة التوقيع للموسم ما قبل الماضي إلى جانب أجور الموسم الأخير وكذلك منحته الفوز بالبطولة الوطنية وكأس العرش. بطاقة اللاعب الدولية تنهي ارتباط موهوب بالرجاء رسميا، وسارع فريق الرجاء الرياضي للاستجابة لطلب فريق دينامو موسكو الروسي بإرسال بطاقة اللاعب الدولية لمهدي موهوب باش يصبح لاعب رسمي للفريق الروسي بعد ما وقعوا الفريقين عقد انتقاله بشكل رسمي. وارسل الرجاء البطاقة الدولية الموهوب للحفاظ على علاقة جيدة مع الفريق الروسي ولتسريع عملية الحصول على مبلغ الصفقة اللي كيتقدر بمليار و800 مليون. هذا أصبح موهوب لاعب رسمي للفريق الروسي ما غيكونش عنده الحق في العودة الرجاء بعد نهاية مشاركته رفقة المنتخب الوطني في الألعاب الأولمبية، إذ غيتعين عليه بعد العودة من فرنسا السفر مباشرة لروسيا لبدء تدريبه برفقة الفريق الروسي. الجامعة الملكية تصنف الرجاء ثالثا في ديون النزاعات. وصنفت الجامعة الملكية فريق الرجاء الرياضي في المركز الثالث من حيث ديون النزاعات اللي كتوصل قيمتها بالنسبة للفريق الأخضر لأربعة المليار ونصف سنتيم، وكيتصدر مولديش وجدة قائمة الأندية الممنوعة من التعاقدات بديون كتبلغ قيمتها 5 مليار سنتيم، متبوع باتحاد طنجة 4 مليار و700 مليون سنتيم، ثم شباب محمدية رابعا 4 مليار و100 مليون سنتيم. وناقش المكتب الجامعي
خلال اجتماع المناقض مركز محمد السادس معمورة مشكل الديون اللي كتخبط فيه الأندية، علما أنه قرر في اجتماعه في نهاية يوليوز الماضي حرمان غالبية الأندية من منحة البطولة لتسديد ديون النزاعات، ويتحرم من منحة الدعم كل من فريق الرجاء الرياضي، الوداد، أولمبيك أسفي، المغرب فاسي، حسنية أكادير، المغرب التطواني، اتحاد طنجة، شباب السوالم، نهضة الزمامرة، إلى جانب منحة الشطر الأول، منحة النقل التلفازي الموسم المقبل والبالغة قيمتها 200 مليون سنتيم. الرجاء يقترب من العودة لمرحلة التسيير المؤقت، وكيقترب فريق الرجاء الرياضي من العودة لمرحلة التسيير المؤقت بإشراف لجنة على تدبير أمور النادي بعد الجمع العام السنوي المقبل مقرر خلال أيام قليلة المقبلة. وكشفت عدة منابر إعلامية أنه بناء على ما تم تداوله داخل البيت الرجاوي بعد اللقاء التواصلي اللي نظمه المكتب المسير بقيادة عادي الهالة ومنخرطي النادي، في الوضع كيسير نحو تقديم مكتب مسير حالي للاستقالة الجماعية خلال الجمع العام المقبل مقابل تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون النادي وتحضير الجمع الاستثنائي الانتخابي. وضاف نفس المنابر أن عدد من منخرطي الرجاء كيرغبوا في تقديم ترشحهم، غير أنهم كيرفضوا الكشف على نواياهم حاليا. وزادت أن المكتب دعم خريطي النادي ومكوناته لدعم الفريق ماديا ومعنويا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، خاصة بعد إيقاف الرئيس محمد بودريقة بألمانيا وإعلان النادي شغور منصبه وتعيين عادل هالة النائب الأول رئيس مؤقت. وكتشير توقعات الرجاويين أن جل أعضاء المكتب الحالي ما كينويوش الاستمرار، وأن الجمع المقبل غيحمل مفاجآت، أولها إعلان الرحيل والدعوة لعقد جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس جديد. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فا، في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليوش تعليق في آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. I'm gonna make it.